تعبونه. وصلنا المرحلة يعني خريج من 2023 شاب بال 2023 كاظ الشوارع لو عنده حزن ما قعد هاي القعدة شو نسوي. بس هذا بعد توفيجنا وهاي قسمتنا وطحنا ببلد ما يقدر مثقفينه وخريجينه. فكرت بالرعاية ورفعت راتبه وقلنا قطية هذا خله فدائين صدام ضبطهم بالموازنة وقلنا فدوة بشار السلام ضبطهم على حساب هاي الشريحة المظلومة وهاي الواد مظالة. بس احنا عتبنا على اثنين على مدير تربية ميسان وعلى محافظنا علي دواي. لو ما تستحون ولدنا حتى بطلوا من العمالة على مدة 300,000 وتالي تقول لي والله موازنة. يا موازنة هاي قل لي يا موازنة انفجارية. قلنا لكم ما اريد 300 اعطيني 170 ودخلني مدارس. والله حرنا والله تعبنا والقرآن تعبنا ملينا وتالي وياكم ندائين الكروة على مود نجي نظاهر تعطيني حقي. لا انا حقي اثبت حقي على الملاك الدائم حقي مو 300. ابن الشاعر السوداني بس جاوبني بناتك في الشارع تخليهم بالشارع قاعدات. يا ولدك شنو ذنب ولدنا ها شنو ذنبهم صاهم اسبوعين بالشارع. مستمرين الاعتصام مستمرين ولا نتراجع ولا نتزحزح من اماكننا الى ان تتحقق جميع مطالبنا اما باصدار قرار مجلس الوزراء او اضافه فقره في الموازنه لانصاف الخريجين التربويين. صعبه انا جايه ويا اختي لان هي وحتها يعني شلون هي بنيه تقعد وحتها بهذا الحار رغم انه هم الولد موجودين وما يقصرون يحافظون على عرضنا. بس واحد لازم هم يعني هم مسؤولين علينا كل احنا يعني مو على نفر واحد مسؤولين على الكل فلازم هم يدفعون ثمن هذا كله.